أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أكثر من 9 سنوات والبلاد مقطعة الأوصال والحصار مفروض على اليمنيين ويحرمهم من التنقل وزيارة ذويهم. سلسلة من المبادرات المحلية والدولية بشأن فتح الطرق كان مصيرها الفشل. فانحياز الأمم المتحدة لصالح ميليشيا الحوثي كان واضحا، خاصة عند تغاضيها لعدم تنفيذ الحوثيين لبنود الهدنة الأخيرة قبل سنتين، فيما ألزمت الحكومة بتقديم التنازلات لصالح الحوثيين. اليوم باتت مسألة فتح الطرق قضية منسية، ولم تحضر إلا في حملات إلكترونية شعبية واسعة للمطالبة بفتح الطرق الرئيسية. نتوقف عند هذه القضية الإنسانية لنناقشها من زوايا عدة. لماذا باتت قضية فتح الطرقات منسية في أدراج الفاعلين الدوليين والانحياز لصالح ميليشيا الحوثي التي تستخدمه كملف ابتزاز سياسي؟ ولماذا تصمت الحكومة إزاء هذه القضية، خاصة أنها قدمت التنازلات للحوثيين فيما يتعلق بمطار صنعاء وميناء الحديدة لإنجاح الهدنة الأممية؟ قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا نذهب لمتابعة هذا التقرير. صمت الجميع عن المدن المحاصرة، فالحكومة لم يعد لها جهد في حلحلة قضية فتح الطرقات، وميليشيا الحوثي تتمسك بها كملف ابتزاز فيما الأمم المتحدة تتجاهل. وسط كل ذلك ظهرت حملات إلكترونية شعبية واسعة تطالب الأطراف بفتح الطرق الرئيسية المغلقة منذ انقلاب الميليشيا أواخر العام 2014. هذه القضية الإنسانية بامتياز باتت منسية في أدراج الفاعلين الدوليين، لكن اليمنيين يدفعون الثمن باهظا، ومنذ 9 سنوات باتت القطيعة سيد الموقف. ففي تعز يعاني أبناء المدينة الحصار المطبق، وليس لديهم منفذ إلا تلك المنافذ الجبلية الوعرة المعروفة بطرق الموت. كثير منهم دفعوا حياتهم بسبب الحوادث المرورية، وآخرون مرضى يموتون قبل أن يصلوا إلى المستشفيات، فيما أسعار السلع الغذائية باتت أضعافا مضاعفة. في إبريل من العام 2022 دخلت البلاد في هدنة برعاية أممية، ومن بنودها فتح الطرق الرئيسية للمدن، لكن لا شيء تحقق من هذا الملف. سنتان من عمر الهدنة والمعاناة قائمة، والاتهامات المتبادلة في عرقلة هذا الملف هي الأكثر تداولاً، فميليشيا الحوثي ترفض قطعاً أن تفتح المنافذ في تعز والضالع وطريق صنعاء مأرب وغيرها. عزلت مدينة تعز عن باقي أنحاء اليمن منذ العام 2015، واحتفظ الحوثيون بالبقاء على مداخلها وفرضوا سيطرتهم على مركزها الاقتصادي، فهذه المدينة تحكي أبرز مأساة إنسانية للحرب. الوسيط الأممي هانس جروندبيرغ زار تعز مرتين، لكن ذلك لم يشفع لها ويحرك ضمير الأمم المتحدة، بل إن زيارته الثانية قبل أيام لم تتطرق إلى حصار يدخل عامه العاشر، بل كان من أجل الضغط على القوات الحكومية بعدم الرد على اعتداءات الحوثيين حفاظا على ما أسماه جهود السلام. هذا هو السلام الذي تبحث عنه الأمم المتحدة، سلام يلبي شروط ميليشيا الحوثي ولا يزعجها، محرومون حتى من التنقل داخل مدنهم. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا، و أذكر بأن موضوع حلقتنا لهذا اليوم الطرق المقطوعة من قبل ميليشيا الحوثي والمدن المحاصرة من قبلها، حيث أكثر من 9 سنوات والبلاد مقطعة الأوصال والحصار مفروض على اليمنيين ويحرمهم من التنقل وزيارة بعضهم أو حتى الوصول إلى المستشفيات في حالات الإصابة والأمراض. سلسلة من المبادرات المحلية والدولية بشأن فتح الطرق كان مصيرها الفشل، وشهدنا انحيازا أممي لصالح ميليشيا الحوثي كان واضحا، خاصة عند تغاضيها لعدم تنفيذ الحوثيين بنود الهدنة الأخيرة، فيما ألزمت الحكومة بتقديم التنازلات لصالح الحوثيين. اليوم باتت مسألة فتح الطرق قضية منسية، لم تحضر إلا في حملات إلكترونية شعبية واسعة للمطالبة بفتح هذه الطرق. الآن
بعد هذا التصنيف الأخير للحوثيين كمنظمة إرهابية؟ ما الذي يمكن أن يتم عمله في هذا الملف الإنساني البحث خصوصا من قبل الأمم المتحدة أو حتى الحكومة الشرعية في أي مجال أو في أي نقطة ستذهب وتضغط باتجاه تنفيذ هذا البند أو حتى التوجه عسكريا لفك هذه الطرق وفتحها وإلغاء حصارها خصوصا مدينة تعز التي عانت هذا الحصار لأكثر من 8 سنوات؟ إذن مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، كما أرحب بضيفي عضو الفريق الحكومي في لجنة فتح المنافذ علي الأجعر. مرحبا بك معنا سيد علي. السؤال، المفاوضات المتعلقة بفتح الطرق لماذا توقفت؟ السلام عليكم ورحمة الله، سعد مساكم يا إخواني الحبايب. أهلا بك. الحقيقة المفاوضات توقفت عندما رفضوا الطرف الآخر تنفيذ ما اتفقنا عليه في عمان، متحققا بانه هناك طرق بدائل وهذه الطريقه طرق بديله لا تغطي حاجه المواطن في داخل تعز، وهي الطرق في الاخير غير امنه وغير مسلوكه وستستمر كما اقول بنفس المتاعب التي يعيشها هذا المواطن في داخل هذه المحافظه. ولذا نحن قد كنا معانا في مع الطرف الاخر اتفاق في 2016 على فتح كل الطرقات التي تؤدي الى مدينه تعز، لكن في الاخير تحققوا ورفضوا برغم التوقيع الذي تم بيننا وبينهم بعد لقاء ظهران الجنوب. ولذا نحن حقيقه نحمل العالم وبالذات مكتب الامم المتحده ان يتحمل مسؤوليته في اتجاه رفع الحصار عن مدينه تعز التي يقطنها اكثر من 1,200,000 بني ادم. نعم. الآن بعد هذا التحول الأممي أو الولايات المتحدة وتصنيفها للحوثيين منظمة إرهابية، هل ستتغير المعاملة الآن بما أنكم تحملون الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة كما فهمت من حديثك؟ هل تعتقد بأن السلوك الأممي سيتغير فيما يتعلق بالحوثيين وفي مسألة الطرق بالذات؟ اتمنى ان يحصل هذا. نحن في تعز حقيقه لا يقبلنا الا كيف نرفع الحصار عن هذه المدينه المحاصره منذ 8 سنوات. هل تتخيلوا فان مواقع حفور المياه موجوده في سيطره الطرف الاخر اللي هو الحوثي ولم يسمح بضخ المياه الى داخل المدينه؟ هل تتصوروا بان المدينه تعتمد على خط يكاد يكون من الدرجه الثالثه؟ نعم. طريق اللي هو طريق ريفي يسمى هيئه العد عدن. يعني كل الحصار قائم على هذه المدينة من كل الاتجاهات. ولذا حقيقة الضغط يجب أن يكون من خلال الأمم المتحدة وأن ينفذوا الاتفاق الذي تم عليه في داخل عمان وقبل اتفاق ظهران الجنوب الذي كان كما قلنا قد وقعنا عليه اتفاق وقد حضر من الطرف الآخر زكريا المطاع قائد اللواء 22 ووكيل المحافظة عبد الله بن نايف والشيخ علي القرشي وغيره من أبناء المحافظة هي الأساس، لكنهم حتى هذه اللحظة منذ 8 أعوام وانحصار مضروب عن هذه المدينة التي حرمت من كل شيء. الغريب العجيب لو أن أي واحد فينا عاش سيقول كيف تعيش هذه المدينة بدون مياه بدون طرقات إذا في قمة الأسعار في قمة الارتفاع وإلى آخر. حتى قضية العلاجات لا تصل إلى عقد من هذه المدينة التي كما قلنا تمثل أكثر المدن اليمنية سكانا. نعم.
لكن بالنسبة للحكومة وهي التي التزمت بجانبها من الاتفاق الأممي، لا يبرر صمتها عن ما قامت به ميليشيا الحوثي وعدم تنفيذ الشق المتعلق بها حتى لم تنقض هذا الاتفاق الحكومة، أو حتى لم تعترض، لم يكن لها سوى الصمت. وليس صمتا، كما يقول الصمت المجبر، يعني لا أقول أنه صمت بالرضا، لكنه صمت المجبر على اعتبار أنه كل هذه الطرق، تخيلي يا أستاذة، كنا نخرج من المدينة حتى الحوضان بزمان لا يتجاوز الربع ساعة. اليوم عشان تصل إلى الحوضان تقضي 8 ساعات، وفي طرق وعرة وفي مخاطر لا يعلم بها إلا رب السماء. المشكلة أن معظم العالم لا يشعر بما تكاد تكون تنتهي من 8 سنوات. نحن أنا شخصيا عالجنا، تم الاتفاق بينه وبين الطرف الآخر في 2016، وقام اتفاق، وكان اتفاق صريح أنه فأنت تفتح كل الطرق التي تؤدي إلى داخل تعز. وثم عد ثانية في عمان واتفقنا على كذا، وكان في حضور مبعوث الأمم المتحدة أو ممثل الأمم المتحدة، ولم ينفذ هذا الكلام شيء. وظلينا نتواصل ونتواصل، حقيقة كما يقولوا عندنا في مثال وغني جنب صناعي، يعني نعم، هؤلاء الناس تحولوا هذه الطرق الإنسانية إلى وسيلة حرب للضغط على هذه المدينة التي كما قلنا تعيش هذا الحصار المؤلم، الحصار الموجع الذي قد تجاوز حدوده. وصفت هذا الصمت بصمت العاجز، هل لا تزال الحكومة حتى الآن عاجزة عن تحريك هذا الملف بعد هذا التطور الأخير في مسألة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية؟ أتمنى أن تكون كما يقول الحكومة قادرة على أن تعمل شيء، ونحن على كل ما زلنا ننتظر أي منقذ، أي منقذ سواء كان دولي أو إقليمي أو محلي. نحن في داخل هذه المدينة نريد أن نخرج من هذا الوضع الذي بالفعل كما يقولوا دمر كل حياتنا، يعني لم نستطع كما يقولوا، حياتنا صارت كما يقولون نكد في نكد، حياتنا صارت حقيقة قمة في الألم. ولذا كما يقولوا مستعدين نقبل الفتح عبر أي وسيلة من الوسائل، سواء كان دولية أو إقليمية أو حتى وطنية، ونحن مستعدين للذهاب مع الطرف الآخر إلى حيث ما يريد. تخيلوا أو صدقوا معي بأن كنا هذه الطرقات يجب أن تتجنب قضية الصراع نهائيا. تفضل بالبقاء معي سيد علي، اسمح لي بأن أرحب بضيفنا الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي. مرحبا بك معنا سيد محمد، برأيك هل ستتغير الآن المسألة فيما يتعلق بالطرق خصوصا بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية والعجز الظاهر على الحكومة الشرعية في هذه النقطة؟ مساء الخيرات. في الحقيقة هذا الملف منذ فترة طويلة وهو يراوح مكانه، لا جديد في قضية إغلاق الطرقات. ميليشيا الحوثيين عمدت منذ الوهلة الأولى للانقلاب واجتياح المدن إلى قطع العديد من الطرقات الرئيسية، خاصة في المدن التي لم تستطع اقتحامها مثل محافظة تعز، مدينة تعز تحديدا مركز المحافظة. كل الطرق المؤدية إلى الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة مركز المحافظة لا تزال مغلقة، بين الفينة والأخرى ينشط ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان للحديث عن فتح الطرقات. وكان هناك مبادرات في الحقيقة لبعض النشطاء القبليين لأجل فتح الطرقات وتحقيق تقدم في هذا الملف، لكن على الواقع لا يزال الناس يعانون كثيرا بسبب قطع الطرقات وحرمانهم من حق حرية التنقل. نعم. وبالتالي مضاعفة مسألة أن الأمم المتحدة أو حتى الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تعنت الحوثيين بسبب دلالها لهم وعجز الشرعية، هل يمكن أن نصف الوضع بهذه الطريقة أم ما الذي تتحمله الشرعية مقدار المسؤولية الملقاة على عاتقها؟ يعني فيما يتعلق بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وما إذا كانت هذه الورقة يمكن أن تفيد الحكومة الشرعية لاستخدامها في الضغط على ميليشيا الحوثيين أيضا، واستجلاب الدعم الدولي والإقليمي للضغط على هذه الميليشيا من أجل وضع حد للممارسات والانتهاكات التي تمارسها بصفة عامة، ولا سيما ما يتعلق بقطع الطرقات
وممارسة الحصار والعقاب الجماعي ضد السكان في العديد من المناطق اليمنية. ربما يمكن الاستفادة من هذا الملف حقيقة، لكن للأسف طوال السنوات الماضية كان هناك سياسة تذليل واضحة لهذه الميليشيا، لم يسارع المجتمع الدولي إلى الالتفات لأصوات اليمنيين الذين كانوا يصرخون طوال السنوات الماضية من أجل وقف انتهاكات الحوثيين وممارساتهم بما في ذلك قطع الطرقات والعديد من الممارسات والانتهاكات. نعم، سأسألك عن هذه المبادرات ولربما آخرها هذه الحملة الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، هل تعتقد أن بمقدورها حتى تحريك هذا الملف وإعادة هذه القضية التي وصفت بأنها منسية إلى الواجهة؟ لا شك أن هذه الأنشطة والحملات التي يقوم بها الناشطون كما قلت بين الفينة والأخرى للتذكير بالعديد من الملفات، تارة في ملف المعتقلين والمخفيين قسريا، وتارة أخرى ملف الطرقات، وفي بعض الأحيان أيضا إثارة ملفات تجنيد الأطفال وغيرها من القضايا الحقوقية. هذا النشاط المدني والحقوقي هو أرقى وسيلة للتعبير عن معاناة اليمنيين تجاه جرائم هذه الميليشيا وانتهاكاتها المستمرة، هذه الانتهاكات التي لم يلتفت إليها العالم طوال السنوات الماضية للأسف الشديد. وعندما شعر بالتهديد مع هجمات الميليشيا ضد خطوط امدادات الطاقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر، التفت إلى وجود مشكلة في اليمن، بينما كل المناشدات والحملات و صرخات اليمنيين طوال السنوات الماضية كانت تذهب أدراج الرياح، لكن ربما هذه المرة قد تساعد هذه الحملات في ظل الأنظار المتوجهة صوب اليمن، يمكن أن تحرك المياه الراكدة وتساعد في إنهاء المعاناة ووقف هذه الميليشيا لجرائمها وانتهاكاتها. أنتقل أو أعود إليك سيد علي في مسألة أن الحوثيين وهذا التصعيد في البحر الأحمر يتعلق برفع الحصار عن غزة، بينما هم من يحاصرون المدن اليمنية. هل هذا المشهد واضح للحكومة الشرعية ومن خلاله تقدر تستطيع الضغط في هذا الجانب؟ وأيضا المشاهد ومن يقعون في مناطق سيطرة الحوثيين، هل تظهر لهم هذه المفارقة؟ والحقيقة الحكومة الشرعية أعتقد أنها متبنية القضية بشكل جاد، لكن كذلك يصطدم بقضية ما يسمى اللامبالاة من العالم أو الدول العالمية، وأيضا تأنس الحوثيين بتحول المسألة إلى تفكير عسكري بحت. يعني العائد حقيقة من ناحية إنسانية مضر جدا جدا بالمواطن في داخل مدينة تعز، لأنه كل كيف متبنية؟ ما الذي فعلته حتى الآن الحكومة الشرعية حتى يتم تحريك هذا الملف؟ الحكومة الشرعية حقيقة قد التقت في المرة السابقة للقاء بين الطرفين بعد مؤتمر ستوكهولم، وسابقا كان أيضا في ظهران الجنوب تم الاتفاق حول المسألة دي، وشكلنا لجنة من الطرفين وقعنا على اتفاق. أنا أتمنى لو عندكم ممكن أرسلكم الاتفاق اللي وقع في 2016 في 6 أكتوبر 2016 على أن تفتح كل الطرقات، لكننا كما قلنا نوقع في لقاءاتنا نوقع على اتفاقات معينة، الطرف الآخر يرفض تنفيذها نهائيا تحت مبرر عسكرة الطرق وإلى آخر. قلنا كما قلت لك ذهبنا بعيدا معهم. السؤال الآن سيد علي، هل ستستطيع الحكومة الاستفادة الآن من الوضع وتحريك هذا الملف والضغط؟ هل لا زال بيدها القدرة؟ ومش هل يجب أن تكون هكذا، يجب أن تضع في طبيعة كما يقول مهامها فتح الحصار عن هذه المدينة وعن كل المدن اليمنية. أنا لا أقول حصار فقط في تعز، حصار في الضالع، حصار في البيضاء، حصار في مارب، لكن الطبوغرافيا في تعز استطاعوا أن يغلقوا المدينة إغلاقا كاملا لما التضاريس التي تعيشها مدينة تعز بعد 9 سنوات. لازلنا نقول يجب دون تحريك حقيقي، دون تفعيل حقيقي لهذه المسألة الإنسانية البحتة. هو يجب أن نحفظ حقيقة، مش قضية أنه أنا أتمنى حقيقة أن كسكان تعز كأبناء تعز نتمنى أن يأتي أداتي نتائج الثمار في هذه الليلة أو بكرة. لكن هذا كله نحن أيضا بالمقابل يجب أن نكون كما يقولوا قوة دافعة لتذكير الناس بمأساتنا. شكرا. بمأسات نعيشها بالفعل بشكل يومي. نعم، وضحت. أشكرك جزيل الشكر عضو الفريق الحكومي في لجنة فتح المنافذ علي الأجعر. وأعود إليك بسؤال أخير سيد محمد الأحمدي باختصار، ما الذي
لابد من توفره الآن حتى يتم حلحلة هذا الملف. سيد محمد، إذن يبدو بأننا أيضا فقدنا ضيفنا الكاتب أو الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي، أشكره هو أيضا وأشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.